في فار زي ما انتم شايفين. انا هوطت الشاشه عشان قلبي حاسس ان الساوند مش لطيف قوي. ايوه يا جماعه احنا في الابديت الجديد بصراحه ما اعرفش هو نزل امتى، بس المفروض ما اعرفش هو بس المفروض اي ثينك ان انا متاخر يعني. بس بصوا زي ما انتم شايفين بقى فيها بوست، الله اكبر، بس هي بتطول شويه. انا بس عشان خبط هوريكم جليتش ان انتوا تطلعوا بره السور ده حرفيا، بس بيبقى فيه كده حاجات خفيه بقى مينفعش تعدي منها. هتستخدم النطه والبوست بعد ما تطب، بس انا هوريكم ازاي دلوقتي والفيديو هيبقى قصير. طيب انا قلت كده يعني عارفين هو هعمل لكم حاجه، بس ده طبعا مش الفيديو اللي وعدتكم بيها. تمام طيب انا قلت لكم بس ان كل حاجه اي حاجه في فري فاير تنزل جديده بصوا تعملوا كده تنطوا وتعملوا بوست. شت ما نجحش، بس انتوا ممكن تطلعوا بره. وفي حاجه تانيه لو سمحتوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات، هو انتوا يا جماعه بص يا عم انت ما اعرفش مين اللي معايا في اللوبي ده اصلا، دخلوا امتى؟ يعني تمام انا عندي طلب صغير جدا بس تمام. ممكن تكتبوا تحت في الكومنتات العربيه دي ممكن تسوق في البحر ولا لا، عشان اللي احنا بنعمله دلوقتي ده متضمن كده عشان تبقوا عارفين. اوكي اظن ان المره دي هعملها صح. 1 2 3 اعملوا زي بالظبط هي من الناحيه دي من ناحيه الشجره دي يا جماعه عشان تبقوا عارفين. نط واعمل بوست. ها ها لا اليوم عارفين انتوا كمان حظ الفيديوهات ده. لو انتوا عندكم يوتيوب شانل مثلا او قناه اكيد فاهمين قصدي ايه، حظكم اهباب في الفيديو وبتعملوا اي حاجه صح بره الفيديو اصلا. ايه ده الواد ده بيقول ايه؟ الواد قال ايه؟ اوكي اصل انا قلت له كام هير عشان اوريك جريتش، بس هو مش عايز. انا مالي هنجرب تاني مره يا جماعه. ايوه كده بصوا بقى احب اقول لكم ان احنا طلعنا بره. ايه ده وانا فين خبطنا ودخلنا تاني؟ اوكي اظن الفيديو ده هيطول شويه يا جماعه، داخلين في 2 وربع اهو. يا رب صبرني يا رب. في طريقه تانية ممكن تعملوا بيها جليتش بس هي اصعب، دي لا اسهل بالنسبه لي، بس ما اعرفش مش عارف اعمل دلوقتي. تلاقي اللعبه بترخم عليا كده، البنج عندي مش اللي هو يعني، بس ان شاء الله ممكن. ايه يا جماعه والنبي يا جماعه انا بتعب دلوقتي، الساعة اصلا الساعة 12:30 بالليل اوكي دلوقتي حالا يعني تمام. فوالنبي ادعولي عشان انا يعني لسه هسهر شوية فاهمين وكده بقى فيسبوك بقى وحاجات كده عارفين. عجبك معانا عادي بتكلم معاك مش حاجة. لا 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 يس الحمد لله الحمد لله بخ. زي ما شايفين عاملاها ريسيت. نعم عادي 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 يلا. شفتوا بعينيكم ان انا عملت جليتش، بس انا عارف ان في حاجه انتوا مش فاهمين هنا يعني. بس انا لما ادوس ريسيت بتيجي هنا. اوكي انا اول مره اجرب ريسيت اصلا. هنعمل نفس طريقه جليتش تاني عادي جدا يا جماعه، مطولين عادي جدا ان شاء الله. انا حاسس ان احنا اول ما نجرب الطريقه الاصعب ان شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا ديب اوكي هنجرب الطريقه الاصعب يا جماعه. بص هي مش ده، انا مره عملتها بده بس مش فاكر ازاي الصراحه، فانا اسف. بس الاضمن تعملوها بدي، مش متاكد والله العربيه بتاعتي فيها حاجه ولا لا، بس هم هنا ما بيتدمروش يعني. اوكي دي الوحيده اللي فيها بوست اصلا، ده اللي مضايقني شويه. بس ايه ده طلعت سهله جدا. زي ما شايفين العربيه بتبدا عجلها هيتحول، لو خدتوا بالكم ممكن تسبح في الميه. دي انا اصلا ما اعرفهاش خالص تمام، ما اعرفش هي كانت قديمه ولا جديده، بس انا عمري لما الاقي العربيه دي بشوفها انها مش سريعه فاهمين. حطيت لها بوست لسه مكتشف النهارده وقايل ديمون جيمر وكده وطلعت عارفه اصلا. يعني بصوا الجمدان يا جماعه، يعني بصوا مثلا تخيلوا يا جماعه ان انتوا في عربيه اللي هي اللون اسود دي وراكوا تمام، تعملوا كده بوست او مش لازم بوست في الميه ولا تقدر تجيلكوا على فكره. يعني دي جميله بس انت ما ينفعش تنط في الميه. لو بقى عايزين تطلعوا تعملوا كل حاجه تاني اعملوا اللي هي بالطريقه الصعبه اللي هي ما طلعتش صعبه احسن. بصوا على فكره العجل جامد جدا على فكره يعني. تنطوا يبقى عارفين انتوا تعملوا كده اول عايزين تعملوا، بس مش دايما هيتنجح البوست، لازم تطلعوا فوق كده تضمنوا ايه ده ايه ده انت ممكن تمشي على السور. اوكي ده
ده الكوبري يا محمد. اوكي بصوا انا هفاجئ الواد ده الصراحه. ولا ديب ورجعنا تاني. فالجلاتش جميل جدا لو انت عايز تخبى مثلا تعمل تلعب ستومية ممكن تستخدمه. انا عن نفسي ممكن اعمل كده الصراحه. وصراحه يعني ما اظنش ان هو بكره احنا انا اصلا وديم ونجيبر هنعمل فيديو. شوف بقى هنلعب ايه. ممكن اغير الخطط معاها عارفين انتو. ونعمل تحدي هايد اند سيك النهارده. قلت لها ان ده يعني حاجه طبيعيه يعني في اللعبه انا اكتشفتها وهي مش عايزه تشوف. هتحرم بكره تديني بس يعني 5 دقايق عشان ما تبقاش الحكايه عبيطه. 5 دقايق عشان تصدق فاهمين وكده. بس انا بس اللي هصور دي المشكله. انا مش عايزه اصور بكره ما اعرفش ليه. عندها فيديو كتير اصلا هتنزلها لكم عشان تعرفين. بس انا هسيب لكم لينك قناتها لو هعرف. هسيب لكم لينك القناه عن اسم ايه ده بتاعتها في الديسكربشن. اوكي فيعني هو كده ديب ديب. بس نطوا اعملوا بوست على طول. مش دايما بتنجح بس هي معظم الاوقات بتنجح زي دلوقتي كده. او هو بيعمل 6 لوحده. الله اكبر. اوكي يا جماعه احنا هنسبح وهنحاول نعرف بقى ايه احنا ممكن نبعد قد ايه. زي ما انتم شايفين سرعتها يعني لو في مستقيم وسبتها بين 72 و73 يعني. بصوا بتاع بيعمل ازاي اصلا. ايوه بصوا 72 73 كده يعني. النايترو بقى بيغير كل حاجه. انا اكتشفت ان هو على الارض هي دي على الارض بتجيب 100 مثلا 100 كيلومتر فاهمين. فما اعرفش ايه حكايه الحاجات دي. ده ايه الرخامه دي كده. دلوقتي انا ما اعرفش الصراحه هي الارض بتجيب 100 هي هنا بتجيب كده وكده يعني. فلو شفتوا دلوقتي احب اقول لكم ان انا هنجرب شويه اسلحه النهارده يعني. انا شخصيا بصراحه دي ما اعرفش ازاي. بس انت في طريقه في بيت جديد على فكره انا لسه واخد بالي منه النهارده. مش فاهم يعني ايه لازمته يعني الصراحه. ايه ده ايه ان شاء الله ايه ده. انا لحقت نفسي ايوه النبي. انا فعلا دلوقتي ما ينفعش اطلع. انا معايا ليزر جن الجديد. هو قديم بس هما عدلوه حاجه في شكله مش متاكد. بس هو ما تعدلش الدرجه دي. شو الجن وده. انا خدت لوت التحتياطي ودخلت. هي بتشتغل. انا عمري ما جربتها. انا عندي حته تريك شوت يا جماعه. استنوا بوم. لا انت عايز اعملها على الطاير ده. كان ايه تاني ايه ده. دي بتوصل هناك يعني ماشي. كان هم تلاته ببعض اصلا. تمام في واحده هي اصلا البيت اللي بتاع الخضره دي. انا هي اللي انا اول حاجه لاحظتها لما دخلت. بصوا شايفين الطيار ده شايفين ده احنا هنسيب دي وننط عليه. اتفقنا. 1 2 3 بوم. ايه ده والله ما دوست على حاجه. اوكي نعمل دي والفيديو هيطول. الفيديو مش هيطول. ايه ده هو البينج بتاعي واطي. المفروض يبقى كويس المفروض يعني. ده ايه الرخامه دي. اوكي طلعت القتل ليزر جن يا الحظ. ما اعرفش لازمته ايه بس يلا. يب ايه ده قلت دوست كازل من زمان يا جماعه بذمتكم. ايه ده جماعه بذمتكم انتوا قاعدين مش هدوست كازل من زمان. ماشي ماشي ماشي. ايه ده انت ايه ده احنا ممكن نطلع هنا. دي جديده دي ولا قديمه. بوينج. بس انا شايف طريقه الصراحه ان احنا ممكن نعملها بالحبل. وانا في البند بتاعي. بتكتب بانتا باندا سوري. اوكي بصوا يا جماعه انا اللي انتم اول 14 اللي كانوا متابعيني في القناه اكيد عارفين حاجه. ايه ده وش حلوه دلوقتي. انتوا اكيد عارفه بحس ان انا كان عندي ايموتس اكتر وبتات وكده والبنت كده كانت عندي وقطه وكده. بص هو الاكونت بتاعي على الفيسبوك نفسه اتهكر. فانا دلوقتي عندي فيسبوك جديد واضطريت اعمل لوج ان. دي اصلا ما كانتش بتفتح عندي. تمام لو دخلت جس خفت احسن كل دي كده طبعا. كل اوف ديوتي بقى تمام. احنا يا انا وديمون جيمر نصور كل فيديو بكره يا نصور في فايب.
بس اظن ان بص يا جماعه، لو جبنا لايك على الفيديو ده، اه انا عايزه للدرجه دي، لو جبنا لايك واحد بس على الفيديو ده احب اقول لكم، ولا حاسس والله ان هيبقى ديمون جيمر هي اللي تعمل اللايك وتدبسها في نفسها. المهم جبنا لايك واحد على الفيديو ده من ديمون جيمر او اي حد، احب اقول لكم ديمون جيمر هتشوف اللي هي ما شفتوش النهارده، هستخبى هناك وعمرها وما هتلاقيني. او ثانيه واحده، هو انا في حاجه ممكن اعملها عشان النيم تاج بتاعتي يا جماعه؟ لازم اشيلها، لازم اشيلها. مفيش اي حاجه. طيب كنترول، هبقى اسالها بكره، هي كده كده مش هتفهميني. سنسيتيفيتي كنترول، لا كنترول. اوكي يا جماعه، يعني مفيش طريقه ان انت ممكن تشيل نيم تاج من عندك لو انت مع حد معاك في الفريق. ما اعرف ازاي ندخل وهي مش معايا في الفريق، بس انا مجلتش مرة اخيرة عشان لو انتوا عملتوا سكيب لاخر الفيديو. انا عارف الناس دي اللي هي بتعمل كده، بصراحة انا واحد منهم، يعني مش هنعمله كده، هنعمله بطريقة سهلة زي ما انا قلت لكم. احفظوا كويس، لازم تيجوا من الجنب ده، الجنب ده تمام، ده في التريننج على فكرة، هوريكم دلوقتي ازاي تدخلوا التريننج. دلوقتي من الجنب ده تيجوا على ده في اي سرعة عادي، على الاقل سرعة تبقى 50 ولا حاجة. هو نجح في انا عايزين ان هو نجح في الفيديو كله ولا متهيأ لي نجح في الفيديو كله ومش جاي ينجح دلوقتي؟ ممكن يا سيدي العربية دي معلقة لسه قدامنا البيت، وقدامنا ازاي اوريكم ازاي تدخلوا التريننج للناس اللي هي لسه بادئة فري فاير، يعني معرفش ايه دي جاية تتفرج على القناة دي. شكرا كده كده يعني. ايه يا عم، مين اللي راكن عربية كده؟ مع ان هي طارت بس عجبتني، بس مين اللي راكن عربية كده يا جماعة؟ حرام والله. اوكي دلوقتي هوريكم البيت صراحة، يعني هوريكم البيت ده معايا دلوقتي، بتاع الخضر اللي هناك يعني. بس انا بسرعة اخلي افضل روش واروح بالموتوسيكل الصراحة. ما ليه محدش الموتوسيكل ده يا جماعة؟ والله كان تاني تالت حاجة سريعة دلوقتي بقى، انا العربية دي فيها بوست، ف تاني حاجة سريعة الصراحة. بس برضو ايه ده بقى؟ ثانية واحدة، ايه ده؟ ما دخلش تاني اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ما بيضربش اي حاجه، ولو حد دخل معاه ممكن تطلع من هنا، ما ينفعش تقعد ليه ما اعرفش، زي الحاجات التانية اللي في التريننج الاصليه اصلا. ممكن لو فضلت ده يستعمل كده وكده بقى ايه؟ يعني ايه يعني مش فاهم. اه قولوا النبي المكان ده ايه لازمته عشان انا مش فاهم اي حاجه. اوكي بس لو عايزين نفتش فري فاير يعني جليتشات مثلا، شوف اشوف يا جماعه جليتشات على اليوتيوب واعملها لكم. يا جماعه تكونوا استمتعوا بالفيديو ده، و احب اقول لكم اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.